Thank you. Thank you. I love you. I love you. Thank you everybody. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فين؟ انت في البسينة عند ليب. التوك توك وقع بينا ومسحورين في الطين وعمال تقول لي ثانك يو ثانك يو. يا لهوي يا شكر على الحلم اللي انا كنت فيه. وحياة ابوك رجع التوك توك خلينا ارجع تاني. ما طلع عم فوزي على الفرح ناس مستنية. حاضر بس على شرط. على شرط. آه. اللي حصل ده لو وصل حرف لعمرو دياب هقطع رقبيكم. ماشي عند ليب. ماشي عند ليب. يلا يلا بينا. رجلي تقيلة مش عارف اطلع. يا عم لف لف. الف ايه انا قصرت؟ انا قصرت. معلش. شد شد. المستوى الحقير الزبالة ده. أنا لا يمكن أغني في المستوى الحقير ده. أخوات العروسة نجم. أمال هتغني فين يا أه؟ في المكان اللي معاليك تأمر بيه. بس أستأذنك أي مكان من الداري بس أغير هدومي عشان أطلع المسرح. تغير هنا. أنا أساساً بغير هنا. أنا باجي كل يوم أغير هنا. دي شي شكل الهوا يحييكم وأتمنى لكم سهرة سعيدة. مع نجم فرحنا الليلة. مع شموخ الإحساس. مع تدفق المسؤولية. مع انتصار المبادئ. مع الأسف معكم عندليب الدقي فوزي. أظن إن الذوق من أقل التقدير إن لما الفنان يطلع المسرح تحييه وتسقفوا له، ولذلك أنا بنسحب من الفرح ده. تنسحب من أني يو؟ أنت بتطلع لي من أني ده يا أنت؟ يلا. قبل ما أغني لازم أقدم الفرقة اللي تعبت معايا بقالها 7 شهور وعانت معاناة فظيعة عشان أوصل للبدلة والباروكة واللعلطة اللي أنا فيها ديت. أقدم أخويا عازف الكمان الأول اللي مفروض عليا في الفرقة عشان الكمانجة بتاعته، الأستاذ محمود محمود صاحب أجزخانة محمود محمود في كوبري الخشب في بلاد دكرور. وأقدم عازف الأكورديون الأول الأستاذ شعر السدر حسين. وأخيرا وليس بآخرا عازفة البونجز الأولى أختي وحبيبتي وبنت منطقتي أم مجدي. بقيت الفرقة وطين محدش ليه جمايل عليا ولا واحد من دول. جاهزين؟ قولي أحبك كي تدوم وسامتي، بدون حبك لن أكون وسيمة. لا 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 انت واخد مني 35 جنيه عشان تجيب لي مطرب يبوظ الفرح. طب اعمل لك ايه؟ مش انت اللي قلت لي ستار خاص؟ جايبين فرقه ب 35 جنيه؟ دي فرقه معفنه يا بايره. سوري يا مصر، هطير انا بقى، هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودن سمعتني ومش مأذت. شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. افرح يا مطربين مصر، افرح يا عمرو العندليب يولع، افرح يا اصاله، افرح يا سمير يا رباعي، افرحوا. هاتي الكبريت ياما، هاتي الكبريت يا واد. بطل بقى، بطل شغل المجانين ده. وقادر وابوك
ياما انت فاكراني اتجننت؟ اقسم لك بالله المطربين بيحاربوني ياما. طب انا النهارده في الفرح كنت ملعلع، تامر حسني فجاه بعت لي رجالته انتشروا في الفرح بوظوا الفرح. ده هو تامر حسني هو اللي بوظ لك الفرح؟ امال يعني ابو تريكه هو اللي هيبوظ لي الفرح؟ فوزي يوم ارمي دي، انا كل جاهز هولع. اديني البخاخه بسرعه احسن كرشة النفس جت تاني. ياما الدكتور قال بلاش سجاير، هي اللي هتودينا في داهيه. يلا يا حلوه يلا يا ام فوقي، عايز اسالك على حاجه مهمه. عايزاها يا ولد؟ بس انت ما بتتصلش بيا يا اما، ما اعرفش عن حاجه بقالي اسبوع. طب اطمن على امك بدل ما تطمن على بسنت. يا ام انت قاعده قدامي على الكرسي ومطمن عليكي، انما بسنت غايبه بقالها اسبوع، حاسس ان روحي بره جسدي. بصي يا ام، بصي بصي البراءه يا ام، بسمتك شايفه الجمال. بصي هنا بقى، بصي هنا. اتحداكي لو عرفتي تحددي ملامحها كبني ادمك. جاتك خبث خبتك، خيبت املي فيك. انا صرفت عليك دم قلبي بعد ابوك ما مات، وعلمتك ويا ريتك يا اخويا فلحت. ده انت اهدى علام. ايه اللي علمتهولي ياما؟ ده هو حيالة دبلوم فني بريد، وده كان ضد طموحي. اقول لك ياما صوتي حلو، قدمي لي في سياحه وفنادق، تقولي لي لا بريد يعني بريد. ماله دبلوم البريد؟ كان نفسي اشوفك مستجي قد الدنيا. ياما مستجي ايه ياما؟ هو في حد دلوقتي بيبعت جواب لحد؟ دلوقتي الانسان يبعت مسج يترد عليه بمسج يأكد عليها وصلتك المسج، التاني يرد عليه يقول له وصلتني المسج. بقى في حاجة اسمها اس ميم اس، بقى في بليتوز. الزمن اتطور ياما، وبعدين ابنك اتخلق عشان يكون فنان. ستي الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل بتشيبة. كفاية بقى، جرعتني في الأمومة، اتخلت. يا حياتي أنا كلي حيرة ونار. هو إيه الحكاية؟ مفيش صوت عدل أبداً؟ اللي بعده. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. فوزي عندلي بالدقي. هتسمعنا ايه؟ والله يا استاذ حلمي بكره، انا بحب الحان حضرتك جدا وحافظها كلها عن ظهر قلب. معقوله؟ بس دي الحان صعبه جدا. هو ده الفن الحقيقي يا باشا. باين عليك بتفهم يا فوزي. طب قول لي حافظ ايه من الالحان؟ حافظ من الحان حضرتك راجب حوش صاحبك عني. نعم؟ مش الحان. لا يا فندم. طب حضرتك هو في اغنيه انا بطلع فيها امكانياتي، ممكن تكون مفاجاه لحضرتك، ممكن اقولها؟ قول قول. حاضر قلبي على تيري، قلبي على تيري، قلبي على تير. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. قلبي على تيري، قلبي على تيري، تيري على قلبي، عشان مش ممكن اقول قلبي على تيري كتير، الناس ممكن تزهق فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. قلبي على تيري. طب ممكن اغني حاجه قصيره؟ هولع في نفس ياما، مش عايزين يدوني التسريح في بلدي ياما. الكبريت فين ياما؟ بسرعه والنبي الجزف ياكل في وشي. الكبريت فين ياما؟ الكبريت. الولاعه هي اسرع. خد الولاعه ياما بسرعه كده. لا ياما لا لا، ما تجيش منك، مفروض تأذريني. ايوه لو كل الدنيا وقفت ضدي انت المفروض تأذريني ياما، تقفي جنبي تأذريني كده وتقولي لي انت موهوب يا فوزي، انت موهوب. لو كل مطرب المطربين اللي بنشوفهم مثلا عندك، لو عمرو دياب ولا هاني شاكر ولا حماده هلال، كل واحد فيهم امهم رمت لهم الولاعه كانت حرقوا بجاز من زمان ولا كلنا شفناهم. لا ياما لا ياما، كنت منتظر انك تأذريني. يا خساره. ده انت اللي خسرت عليا، ده انت هتوكسني وهتخلص عليا فهتجيب اجلي. اما سيجارة ياما، سيجارة. قلتلك 100 مرة شربك للسجاير في البيت ممكن أشمه وده يأثر عليا كمطرب، وبعدين عشان صحتك. فوقي نفسك بقى، فوقي يا موهوم يا ابن الموهومة، فوقي نفسك يا قذر. ده أنا بعت سيختي وكل اللي حلتي علشان أعمل لك المشروع اللي يأمنك ويأمن مستقبلك وتقف على رجليك، وانت سايبه وطالع تجري ورا المغنى. أنا عارف إن المشروع عظيم، بس العيب مش في المشروع، العيب فيا أنا يا أمي. يا امي انا عيال، انا مريض بالغنى والطرب. خديني حللي لي، حللي دمي، حلليه واساليهم فصيلته ايه. هيقولوا لك فصيله دمي
بي دو ري مي فا صول. يومي يومي انا في ناس كتير قوي جوايا، لو تتعرفي تخرجيهم. خرجيهم، خرج عبد الوهاب، خرج ام كلثوم، خرجي شاديه يا امي، خرج عبد الحليم، خرجي حمائي، خرجي فؤاد، خرجي حمائي يا امي، خرجيهم من جوايا يا امي. انا بقى هخرج لك حمائي ام كلثوم. خرجوا بس حمائي لسه، حمائي خرج 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 كلهم خرجوا وانا خارج. يا بسنت يا بسنت، بقالي اسبوع مش عارف عنك اي حاجه. ايوه اول ما تسمعي الرساله كلميني، انا قاعد في المشروع بتاعك. يلا سلام. يا عندليب يا عندليب، ابلغ خبر سوق انما ايه. انت ابن حلال، وحيات ابوك تعالى اقف في المشروع بتاعي خمس دقايق، عايز اروح ادور على بسنت، بقالي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه. فوزي انا عندي طلبات ادويه مستعجله، وصاحب المصنع لما بيصدق الواحد يكح عشان يطرده. يا محروس انت عارف ان العاطفه بالنسبه للفنان، وانا فنان. وعشان انت فنان هقول لك عن الخبر الحلو. قول. فرح بسنت النهارده في مركز شباب. ما تقولش مركز شباب الدقي، نفس المكان اللي كنا هنتجوز فيه. ولا هتجوزها يا فوزي؟ ما تقولش. الوضع سمع عشاب، كل الدق كان عارف وانا كنت رافض اصدق. ولا هيغني فرح؟ ما تقولش. اكيد اكيد هيجيبوا مطرب غيري. ما اقولش ايه، ما انت اللي قلت كل حاجه يا فوزي. انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح. مجروح عشان بسنت هتتجوز؟ لا عشان هجيب مطرب غيري. محروس انا تعبان، حياه ابوك اطلب لي من القهوه شويه قرفه بلبن. حاضر. بس خليني ازود اللبن. وحياه ابوك. حاضر. ولا شغلانه. اوبا الحق الدائره، الدائره انا جايه وهيجرحوك بجد. طب اقفل الباب لا تشوفوني. ولا فين فوزي؟ يالا فوزي راح اجيب النقاش. ايه فوزي راح اجيب النقاش عشان يصلح الازاز. يصلح الازاز؟ مش انت على الحساب اللي عليه وبعد كده اصلح الازاز؟ انا عارف، انا اصلح له الازاز. بقول لكم يا رجاله، عايزكم اصحاب الحراره من السنترال دوت. اصحاب السنترال من الحراره. يلا يا رجاله. ايه رايك؟ كله تمام؟ اه تمام 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 وزي الفل يا ريس. يبقى سلم لي على فوزي. يوصل. بقول لك يا محروس، خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها خينا واطيا يا بسن غدارة قذرة يا بسنت يا بسنت. قولي نفسك بقى بسنت بسنت، وسايب امك بتموت روح هات للدكتورة. انا مش قادر اخد نفسي. حد 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 رايح فين؟ من على السلم اكل خلاص. عينيا يا امك. بسرعة يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمة بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بوليه وتعب بسرعه. سلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. اه اوكي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا طنط. ها المريضه فين؟ ايه المريضه فين؟ في الكوافير. ايه ده، راحت تجيب العريس؟ ايه يا دكتور، امي المريضه، طمني عليها لو سمحت. ابقى زمان بس ان شاء الله خير. خير. انا قلقان عليها جدا والله. ما تقلقش، الجو لطيف جدا والحياه ظريفه قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ايه يا كتكوتة؟ ايه يا كاتيكوريكورة؟ على فكره على فكره ماما بتتدلع عليك، عايزه تعرف غلاوتها عندك. والله غاليه غاليه جدا، بس طمني عليها لو سمحت. انا مطمن، ماما حلوه الحمد لله. ماما حلوه الحمد لله. هو حضرتك دكتور اطفال؟ حضرتك ما تبوظليش شغلي، ده شغلي. طب اتفضل. يا اختي حبيبتي حبيبتي بابا يا حبيبي. يقول 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 انت جاي ترضع عيله صغيره يا دكتور؟ لحظه واحده اشوف شغلي. اتفضل. مش هينفع كده. اتفضل. حك 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 حك. ده كشف غريب جدا. قولي يا تيتي قولي يا تيتي. هي ما بتضحكش ليه؟ هي تعبانه؟ لا مش تعبانه، انا منكد عليها، وثانيه واحده هنكد عليك انت كمان. لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه، اطمن. ربنا يخليها.